سيدات كديرين بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، الامور هانيه صحيحه لاباس ان شاء الله، كاع تكونوا بخير وعلى خير. ايوا حبيباتي صافي جيت للصالون بغيت ندير البروتين يا اختي، شعري نتهنى منه تيولي مصايب. انا شعري اصلا ما نتهنى بالضبط، كتبان مسرح ولكن عاوتاني كيبان مسرح بزاف بسبسب. ايوا حبيباتي تلاقيت مع مريم باش نمشيو نديرو بروتين عند صالون ستوديو ياس. صراحه الخدمه نقيه توب، راه كاينه في شارع الاميرات، ودابا راه كاينه واحد بروموسيون البنات اللي بنياتهم غيدخلوا مدرسه من 17 حتى 13 عام، الثمن درت لكم 750 درهم، ولي برومو راه غيبانوا لكم مكتوبين جنب الفيديو، لي برومو ديال المانيكور بيديكور داك الشيء. والناس اللي كبار اللي باغيين يديروا البروتين حتى هو راه دايره لكم بنفس الثمن اللي شفتو قبل، غير هو الناس اللي عندهم شعرهم كثيف بزاف وطويل ما شاء الله غتكون زايده 100 درهم على الناس العاديين. المهم هي راه فاش تعيطوا لها غتشرح لكم كل شيء. اما ما شاء الله ما شاء الله، لو كنت ما عرفتش انه البروتين عندها زوين، عندها واعر، عندها الاصلي، راه كاين اللي كيشريو القرعه البنات، القرعه ديال البروتين هذاك اللي معروف اللي شوف القرعه لومبالاج ديالو كحل، كيشريو كيعمروا بالبرودوي، غير القرعه كيشريوها ب 750 درهم غير القرعه باش كيغمقوا على الناس. اما هي ما شاء الله راه كطاقي الصفحه ديال البروتين، يعني الاصلي عندها. صافي مريم اختارت لي، اختارت معايا الكولور ديال الرجيلات حيت دابا غنحيد داك اللي كان قبل. صافي وهنايا راه جات السيده كتخدم ليا باش ما نضيعوش الوقت، وفي نفس الوقت كنصايب البروتين. والجميل في الامر انه البروتين تتغسلو لك قدامك تما، كاين اللي كيخلي لك يقول لك سيري للدار عاودي لي البريسه، كاين اللي معاودي لي البريسه لا والو طحت حيت الزغبه. صافي كيتخدم مره واحده وما كتصيفطك حتى كتغسلو لك ديك الساعه، راه كاين اللي كيدير لك بروشين كيضحك عليك، هي لا كتصايبو لك تما كلشي تما، كتخرجي ناضيه من الضيه. ايوا كملت البروتين وانا مريم طلع لينا واعر ما شاء الله. شو شعري ولد صالون قلت لي راه تصدمت في شعرك كيفاش طوال لك، قلت لي راه ما كانش قد هكا. انتم حبيباتي دابا راه الشعر ما غاديش يبان حتى غادي نغسلو باش غيبان، والكولور غنبدلو حتى دوز سيمانه باش الشعر يرتاح، غادي ندير كولور اخرى نصبغو غير في الدار. شوف الناس انا يا خيتي بلاصه راه حتى من الاخر نبغي نمشي ونقولها لها تعطيكم برومو كود، قلت لها ضروري فين ما نجي عندك راه ماشي اشهار بلاصه، انا نجي عندها حيت كنبغي هاد الصالون، نبغي نمشي غنقول لها دير لكم برومو كود، هذا هو الخلاص ديالي برومو كود ديالكم اللي نتوما غادي تستافدوا، هذاك هو ربحي انايا، يعني نشوفكم استافدتوا نتوما. حيت البنات راه كيجيو عندها قالت لي تبارك الله كيجيو الناس، البنات كيجيو شعرهم كثيف بزاف كثيف وعشي قوي وكتصيبوا ليهم. هي دابا باغا تكسب ليا بنت زوينه، الناس اللي مجيو عندها خلي الكومونتيرات زوينه، انا هما عارفين تعاملها فوق الرائع، ما تلقاوش بلاصه هكا غير تعاملوا معاك. ايوا خليت باختيار مع بابا ومشى هو ويا الحمام مشى يتحمحم مع راسو، كنت بغيت نحطو في باشا قال لي انا ما بغيت حتى حد يقيسني. قلت ليه صافي الا كنتي غتمشي بغيتي حتى حد يقيسك باشا راه غتمشي ليه، الا بغيتي كسالي كسلاك ودير الماساج وكلشي. قال لي لا ما بغيت حتى واحد يقيسني. ايوا مشى مع الوالد ديالي باش موراها تلاقاو مع خويا احمد ومشاو يتفرجوا في الريال الكره في القهوه. وقلت لبختيار نساني الله يرحم لك الوالدي حيت هو كيبقى يعيط فينك شنو غديري معاش غتجي معاش، قلت ليه نساني خلينا تنسالي وعاود كثر نعيط لك. صافي هنايا لحظه ديال الريلاكس نرلاكسي والرجيلات، هنا اختاريت هاد الدونات هادي ما شاء الله عرفتي كتدخلي تحسي براسك بحال جالسه في داركم في الصالون اقسم بالله. والخدمه ديال حتى البنات اللي خدامين معاها راكم تشوفوا كيخدموا بليغون داكشي معقم مصايب، واهم حاجه مولات الصالون ما شاء الله واحد الاداب واحد الصواب ما شاء الله الله يعمرها دار البنات، والله جبت لكم احسن بلاصه فين تقدروا تدخلوا للصالون. واللي عجبني اكثر هو انه البنات اللي جاوا من طرفي كتوريني لي ماساج ديالهم فرحانات وعجبهم الحال، هذيك هي الدنيا وما فيها هادشي اللي كيعجبني انا. المهم هو البروتين شو حاطاه قدامكم ماشي داك اللي كب لكم باش تعرفيه شنو كيدير لك، ها هو البلاك ديامو الاصلي. ايوا صافي غسلت لي شعري البنت ودابا كتنشف ليا فيه، شو انتما كتنشف لك بلا مشطه بلا تصايب بلا والو تبقى تنشف. يلاه سالي انتما اختي تانتكنا وتقادينا وصايبنا وزيزنا، شوفوا الشعير كيفاش طلع كيغسلوا لك ديك الساعه عرفتي، هذا راه ما مصايبينش لك عرفتي، راه قلت لها كاينين شي غشاشين اش كيدير لك، كيصايب لك شعرك موراه بروشينغ باش انتي ما كتفهميش القضيه كيديرها، حتى كتمشي بحال كتلقاي راسك تزرفتي. غسلاتو ليا بالشامبو ودارت ليا الماسك وداك الشيء، غسلاتو ليا وسالينا صافي وموراها نشفاتو ماشي صايباتو غير نشفاتو ضرباتو غير بالبرد. شوفوا انتم تبارك الله كيفاش يعني زوين، وقالت لي ما شاء الله شعرك طوال وقوى، يعني ما شاء الله بان فيه واحد الفرق، بان فيه واحد الفرق شاسع. قالت لي راه شعرك يلاه كان قصير تبارك الله ما شاء الله يعني طوال، ومازال حتى دابا راه مع الكيس غتبروا حتى نتوما عقلوا على شعري. وبنفس لاقام اللي كتشوفوا فيها هي غنبقى نغسل بها شعري حيت ما فيهاش البارابين و
والسيليكون والكولورو. انا البنات راه رجعت لاقام للسيت الناس اللي عايشين برا دخلوا باش كومونديو لاقام الوجه حتى هي. نتوما شوفوا وجهي شوف يعني راه وجهي راه كلا العصا ولكن لاطاك البنات عشان راه كان اكثر من هكا راه باقي وجهي باقي واكل العصا ولكن مازال غادي تشوفوا قبل عشان قبل راه شفت وجهي تكلا العصا بزاف حيتاش دوز قلت لكم قالت لي عندك الدهديات وعندك الهرمونات ديالك مخربقين يعني داكشي مرون عندي الدعوه فالحمد لله يعني انتم غادي تزيدوش مازال تشوفوا شعري دابا الحمد لله تحيد الكيس على العنايه غير هي منين كديري البروتين باش البنات اللي خايدين لاكام ديالي يعرفوا شنو كاين كديري البروتين بالنسبه للبروتين ما غتشقي شعرك البنات اللي كيبغيو يشقوا شعرهم انا دابا تنضرب شهر من بعد ما درت البروتين عاد باش نقدر انني نشقق راسي باش نزيد يتشقق الشعر نقدر ندير اللي بغيت الشامبو والماسك راهم اصلا ما فيهمش بارابين والسيليكون وكيحميو البروتين يعني شعري غادي يزيد مزيان غادي تشوفوا كيفاش غادي يزيد مزيان قشر ليكم البنات شعري ما شاء الله شوفوها نتوما موالف عقلت وكندير بروتين كيفاش شعري خفيف بزاف حيتاش بالاخص ملي كدير عليه منين كانت عندي الكيس كان قاتل ليا شعري بزاف دابا راه الحمد لله راه رغم ذلك ملي كنجي للمغرب شعري كياكل العصا مع الماء الكلور البحار شعرك كياكل العصا راه خاصك ملي تكوني دايره بروتين خاصك تهلاي في شعرك قبل ماشي شعرك واكل العصا وتقولي ما البروتين خرج ديال شعري لا شعري خصو العنايه تهلاي في شعرك مزيان عشاني به البنات اللي عندهم شعرهم زوين غيديروا بروتين على حسابي هذه راه قلت لكم عندها لوريجينال كتشريه غالي يعني البرودوي لوريجينال ماشي داك العيان ديال اللي كيضحكوا عليكم يقول لك برودوي مزيان ويعطيك البرودوي عيان لا لوريجينال على حسابي الا ما صدقش لكم جو عندي الخاص وهي اسيره راه ضحكتي علينا راه هادشي ما كيصدقش على حسابي 100% على حسابي شي حاجه اللي طوب وراه دايره لكم بروموسيون البنات اللي باغيين يستافدوا برومو كود دخلوا قولوا لهم اسيا هي من طرف اسيا بديت يلاه دخلت للدار صافي نقسم يا اختي يا اختي وي ميك كراي افري تايم جات لي فيت صافي جات لي فيت يلا حبيباتي يلا سميتو نمشيو للدار المهم حبيباتي جاني واحد الكادو هنا مولات الصالون مسكينه راه هاد البوله الصالون مسكينه شوفوا نتوما قالت لي على ودي الدار وهذا هي ديجا جايبه لي كادو ديال واحد المباخره ايوا دابا جابت لي كادو قالت لي بغيت لي شي حاجه تفكريني بها سوفينير قلت لها ما نتشرط عليك ما والو قالت لي والو جبلي اش بغيت وصلت للدار ونحل الكادو مع بعديا كيعجبوني اختي انا الكادوات فعلم يا سلام عليك واي صافي حبيباتي جينا هنايا العند ديالي فراج الايس كريم ماشي راه غيحمق الايس كريم ديري لي الخاطر المهم يلاه جا خد البلاص تنقلبوا على في البلايصه فين تانصطالاف اش كريم انا ما كليش واش اختي ايس كريم غيخرج عليا سن ها لا لا ما اشريش لا الله يجعل البركه داك الزيتونه داك الكلام الله يجعل البركه غنتحركوا دابا حالتنا للدار اختي الله يجعل شي بركه دابا راه جوج ديال جلسنا لهيه قبيله شوفوا هذه ما بغاش تخرج يلا نمشيو نينيو في الدار ديرو نيني ها ديرو نينيات تايرد اي نو يو تايرد كوم ان كوم تو ماي باك يلا كوم تو ماي باك بوني ماي ليتل بوني بابي ماي بوني بابي يو بوني يا الله ماي باك يا الله شحال عاودت لكم على الصاك ديالي نعرفكم على الصاك ديالي نأكد اش واش جبتو ولا لا زيد شي شاصه في الحمام ايفن دا واقف في الحمام مين تنو تيكيت وي وات ذات ويلي 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 ولا على حادك شوفوا هانتوما هذا الشيء هنا مستني واو فيري نايس وي 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 باش يلا نقول البنات شوف عشات الصاك بغيت نهبل عليه كنسحب راسي نسيتو في الزنقه مع دخلت عندي واحد المشه بغات ولد وهذا شوف موجد ساكوت الحمام مشى بلا صاك المشه تلفاتني يا بختي شكون باقي عاقلش على راسي شكليت البارح عرفت فين حطيت المقص شوفوا الكادو ديالنا بغيت نحلو قدامكم هاكا بغيتاش غنحلو نشوفو اسي لوك 17 بيسز تي سيت يا
ويلي حل حل بخشي الله تكسر. واو فيري فيري نايس. مسكينه دير زاتشي مسكينه. شوفوا جات ليها الله يعطيها الخير. كادو فاعل شارك الله يعطيها الصحه. البنات دخلوا عند الانستغرام ديروا لها واحد الهجوم. مسكينه كتستاهل كل خير والله. هادشي ظريفه بزاف واحد الدرجه ما نقدرش نوصفها لكم. شوفوا تبارك الله كيدير داكشي. وديتي بخشيار بلا ما تهرف عليا جوديا كردستان دابا يدي عليا كردستان. وهادي واو لوك لوك تو بليس ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. شوف شحال غزالين اختي ياسمين. شكرا بزاف بزاف على الكادو الزوين بحالك الله يعطيك الخير. رد لك ساعه الخير ان شاء الله. شوفوا البنات هانتوما شوفوا هانتوما هادي باش تميكسي القهوه. انا البنات شوف واو لوك. شوفوا هانتوما ديال السكر زعما ما عرفتش ما نقول والله. واحد الكادو اللي واعر صراحه. تأكد عندك طيح صح. كادو معتبر كلاس من عند دريه كلاس الله يعطيك الخير. شوف هنا نتوما الكيسان والطباصل. فني نحمقوني بزاف والله. صبحت الصباح مهنيه الشعر ما شاء الله طوب. هانتوما شوفوا تبارك الله الحمد لله جا غزال. بغيت غير نوريكم الفولارات اللي كاينين بقاو منهم يعني بحال السيري كل السيريه بقات منها واحد جوج. بغيت نوريكم راه درنا لهم ثمن مناسب. كانوا قبل كيتباعوا كاين 200 درهم كاين 250. غير ما ديروهمش في الماكينه من الاحسن ديروهم في رقديهم كيبقى لهم الحجرات ديالهم وداك الشيء مستحيل يتحيد لكم. عرفتي راه الوالده الله يرحمها كانوا عندها كنت تمشي لكردستان وكنجيبهم لها ولا بعد مرات بغيتي كيمشي راسو كيجيبهم لها. شي العيال شي حماق عليهم الجارات يقولي بنتك تجيبهم لينا معاك انت تقول لهم راه جايبهم لي بنتي من الكردستان. قولي بنتك تجيبهم لينا خلصهم فيها غزالين البنات اللي يشوفهم يحماق عليك فيهم ويحس لهم انهم من شي بلاصه اخرى. المهم البنات بغيت غير نوريكم الفولارات اللي بقاو اللي بغي اللي بغات هاد الفولارات هادو غنخلي لكم الرقم تحت من هاد الفيديو هذا. اللي بغات هاد الفولارات تواصل مع هاد الواتساب هذا اللي غنخلي لكم. فولارات راه زوينين هادو شانيل كاين هاد ستيل هذا راه كلهم محجرين. هانتوما البنات فولارات واعرين كاليتي زوينه ما فيهم حتى شي ديفو. هانتوما شانيل كاين هاد ستيل هذا واعر. شوفوا البنات العزيز عليهم داكشي عامر اللي بغات دير غير السكرين دير غير السكرين وتقول بغيت هذا غتواصلوا مع الرقم وغيوريكم الطريقه ديال الدفع والاستلام وكلشي. راه ما يبانوا لكم تتشدوهم فاس غتقولي الناس كلهم فاش كانوا خداوهم قالوا لي واه اسي فني والله ما صحاب لينا بحال هكا يعني تشديناهم في يدينا عباش بان لينا العربون. المهم شي حاجه اللي رائعه اكثر من رائعه ديال الفولار كيفاش داير كيجي اللوغو بحال هكا في الجنب بحال هكايا بجوج جوايه راه فيه هذاك حجرين ساعه انتيا. شوفي هاد الحجر هذا كاينين عيالات اللي عزيز عليهم داكشي شارجي كتبغي دير الحجر من القدام. كاين اللي لا ما بغاش دير الحجر من القدام كدير من هاد الفاص هذا. هانتوما من هاد الفاص هذا كدير ليه بحال هكايا بحال هكا. شوفوا هانتوما صافي. شوفوا شوفوا الطريقه انا راه ما تنعرفش ندير فولار. هانتوما شوفوا هكايا تكون شي مناسبه ايامات عاديه كاينين باش ايامات عاديه كيعجبهم بحال هكا شي حاجه هكا. شوف البنات هانتوما شي حاجه اللي رائعه زوينين البنات. المهم ها الرقم لتحت تواصلوا مع هذا الرقم هذا ولا بغينا راه واحد السيده معايا خدامه نقولوا لها بغينا سميتو فولار فلان فلاني سكرين وهي غتكونفيرمي لكم بحال هكا التصويره اللي تيدير بغيتي تشوفي الموديل اكثر. قولها بغيت هاد السيل هذا سكريني غنعطيكم الاسمنه وكلشي راه دايرين لهم اسمنه مناسبه دابا حاليا اللي ما كانش قبل يعني الناس اللي شارينهم راه عارفين الاسمنه شحال كامل. المهم حبيباتي اليوم غنمشي نزور الوالده ان شاء الله غادي في طريقنا شي نهار دغيا كطريق شي سبحان الله العظيم. يلا تفاقي جري 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 واه مايمكنش دغيا كيدوز هاد المره ما فهمتش. المهم كنقول لكم المغرب فيه الخير والبركه تلوخ شي هاد المره ما فهمتش مالو.
المهم غدا المقبره ان شاء الله نزور الوالده ندير لها، راكم عارفين اني كندير لها المره الاولى والمره الثانيه ديال الوداع، باش نتوداع مع الوالده ان شاء الله. نمشي عندها صافي موراها بابا قال لك والو تجيو اليوم الجمعه، جيو تاكلو كسيكسو، غنمشيو ناكلو كسيكسو عند بابا ان شاء الله. في الاوقات اللي كتكون الدنيا عامره ما يريسكيش الواحد براسو، شوفوا لا تؤدوا بانفسكم الى التهلكه، الانسان يمشي في الاوقات اللي يكونوا فيهم الناس عامرين كتكون الزياره وما يمشيش راسو، حيت المقبره راه كبيره كبيره وقد ما ميلاها، السيكوريتي راه برا والداخل راه ما كاينش سيكوريتي، يعني راه كاع الا كان يكون واحد بعيد على الاخر تيوقعوا حاجات اللي هما خطارين، الانسان ما يتعزلش راسو في اي بلاصه، سير خشي مع الجماعه ويكون معاك الراجل. سبحان الله الجو تغير، انا ديما ملي كنبغيو نرجعو كنرجع في هذا الجو هذا، كيكون مضبب كتحسي به الاجواء ديال الخريف بدا كيدخل، الله يجعل شي بركة. صافي وصلنا للمقبرة، شو نزور المهم الحبيبة، والينا شعيات مسكينة قالت لي بغيت الماء، شو درت غلط ما شريتش الماء في الطريق. هادشي كترشي حيت سبحان الله العظيم كتدخلي للمقبرة راه ما تخافيش من تجي راسك، نجي راسي انايا ما كتخافيش من الاحياء، كتخافيش من الاموات، كتخافي من الاحياء اللي فيهم القوالب، شي غادا تزوري وهو باغي يكريسيك ما عرفتش دابا بوم بالبوليس. ها عجبني الحال دابا جا لداخل مدخلي دايرين البوليس الله يعطيهم الصحة. بوط اللهم امطر على شعب برحمتك، اللهم امطر على شعب برحمتك، اللهم انتصر عبد السلام، اللهم ثبت عند سوء الملكين، اللهم ثبت عند سوء الملكين، اللهم حضر لها الجواب عند السؤال، اللهم انصرها بماء وثلج وبرد، ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم تجاوز عنها، اللهم لا تبتلى في قبرها بما لا طاقة لها به، والحقها بنبينا عليه السلام، اللهم اجعلها بالظل والظليل مع موسى وابراهيم الخليل، اللهم اجعلها بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا اولئك رفيقا، اللهم اكرم نزولها، اللهم وسع مطرها، اللهم اطهر بعدك، ولا تقابل بعدك، اللهم تفوز بها الاحزاب، اللهم تفوز بها رضا، اللهم ارحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم تغمضها في رحمتك الواسعه. خلاص. ديال كيس بن مولا الله يبارك، ديال كيس مامي اشيو ولي كراين يلا كراين كو كاس يلا كيسه يلا باش نمشيو كيس كيس شيز ماي مام يلا كيسه برافو فالينا يلا قوم بغينا غير ندوزو للبيرو ديالهم على وديت، قلت لكم باش نبدل السجل ديال القبر ولكن سادين دابا قال مع شهر 8 كاينوش خدمه، تنرجع ليه مره اخرى ان شاء الله، ماشي نرجع ليه كيكون عندهم كتالوج كالعقل، النهار اللي درنا الماما القبر راكم عارف الناس اللي مجربين كيكون كتالوج وكتختاري اللي بغيتي، صافي ديك الساعه غنقول خويا ورينا التصاور ونعزل اللي بغيت، غنقول لخويا احمد ديك الساعه غادا نبدلو حيتاش دابا بدا كيتشق حيتي راه مع دابا البرد حاجه اخرى، الله يستر يجي شي ما عميق يجر داك الشيء كامل، اللهم تكون الاساس صحيح. صافي حبيباتي خرجنا من المقبره دابا غنمشي باش نشريو الفواكه قبل ما ندخلو عند بابا حيت قلت لكم عارضه ليا باش ناكل كسكسو. انا عشي رخيص 50 درهم كيلو عشي هنا تما بشحال باش ياك ايش تشوفي فشي 30 درهم الوحده لهاد انا الكيلو 50 درهم خلاص ممكن بديت خدينا الاناناس بوينينات عنيبات باي باي عنيبات اه لا لا خليهم ما خليهم داكشي
ديال عباد الله. والله راح لك السوق سياس ما كاينش قد سموكينغ داون. يلا خل يلا كم هي تعيد كشكش يلا كم هي